يقول السائل: رجل أحرم بالعمرة وخلع الإحرام ولبس ثيابه وهو ناس قبل أن يطوف ويسعى، فهل عليه شيء وما حكم ذلك؟ إذا نسي وفعل محظورا من محظورات الإحرام كلبس المخيط وهو ناسي فليس عليه شيء، النسيان لا يؤاخذ عليه، لكن يبادر بإزالة الثياب وإعادة ملابس الإحرام ويكمل عمرته ولا شيء عليه بالنسيان. نعم.